السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هارد جديد من عروض شركة التيسير ولابتوب لينوفو زد 51. لينوفو زد 51 البروسيسور كور اي 7 من الجيل الخامس، كور اي 7 من الجيل الخامس. الهارد 750 جيجا، الرامات 8 جيجا. الجهاز اميز ما فيه ان فيه كارتين فيجا اميزهم الاي ام دي راديون الار 9 زي ما احنا شايفين. ده ديديكيتد 4 جيجا، ديديكيتد 4 جيجا بيرفع لغايه 8 جيجا، ومعاه كارت تاني انتل ال 5500، وده البروسيسور اهو كور اي 7 5500 يو من الجيل الخامس. الشاشه 15.6 فول اتش دي. الكيبورد الكامله، جهاز معدن زي ما احنا شايفين التفاصيل اهي. جهاز حاله كسر زيرو زي ما احنا معودينكم من اجهزتنا. ده حاله الجهاز اهي ناحيه اليمين، وادي الناحيه الشمال. جهاز فابريكا تماما، وده عهدنا او عهدوكم بينا. اجهزتنا كلها كسر الزيرو. جهاز طبعا فيه كاميرا، واي فاي، بلوتوث، دي في دي رايتر. بطاريه الاصليه تقعد حوالي ساعتين. حالة من بره الفابريكا، مفهوش خربوش. شاشة فول اتش دي، بروسيسور كور اي 7 جيل خامس، هارد 750، رامات 8 جيجا. السعر 6850 جنيه فقط، 6850 جنيه فقط. طبعا النهاردة عشان اعرض لك عيلة الزد، تعتبر من افضل اجهزة اللابتوب اللينوفو، من العيلة المحترمة جدا اللي بتبقى بعد عيلة الواي والدبليو. الجهاز طبعا زي ما احنا شايفين معدن، بيتحمل الصدمات. جهاز بحالة الزيرو، بروسيسور كور اي 7 جيل خامس، كارتين فيجا اي ام دي ار 9 من اقوى كروت الفيجا للناس بتوع الجرافيك والناس اللي بتلعب جيمزات. ار 9 واميز ما فيه انه ديديكيتد 4 جيجا مش 2 جيجا. 6850 جنيه فقط. لو عجبك العرض ما تنساش تعمل لايك، لو لسه ما اشتركتش في القناه تعمل سبسكرايب عشان يجي لك كل جديد. واحنا تملي هتلاقي اسبوعيا في من جهازين لثلاث اجهزه بنعرضهم، عروض مختلفه للناس المهتمه بعروض اللابتوب. ولو عايز تشوف عروضنا كلها كاملة تقدر تخش على التيسير.com، موقعنا التيسير.com، كل ده هتلاقيه في الوصف أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.